العبور. نشوف مع بعض زميلتنا المجتهدة مها صبري ومراسلة صباح دريم. نقول لها الأول صباح الفل عليك يا مها من سوق العبور. عايزين نعرف منك إيه أهم الأسعار النهاردة وإيه الحاجات الطازة الحلوة اللي ممكن ننزل نشتريها. تفضلي. صباح الخير عليك يا أستاذة منة. أنا فعلا في سوق العبور، في المرة اللي فاتت تعرفنا عن أسعار الخضروات، لكن النهاردة عايزين نعرف الجديد عن أنواع الفاكهة في الشتاء، وكمان عن أسعار الفاكهة بالجملة ومن منبعها الأصلي في سوق العبور. ولمزيد من الأسعار وأنواع الفاكهة ينضم إلي أحد التجار. تفضل عرفنا بنفسك. أحمد جمال فن. أحمد، أنت تاجر جملة هنا في سوق العبور، عرفنا إيه أنواع الفاكهة اللي عندك وأسعارها. في منتجات اللي هي الشتويه دلوقتي، في تفاح المستورد، في التفاح المستورد بجميع انواع، في اليوسفي، في البرتقال برضه اليوسفي بجميع انواع، في الموز، في الفراوله دلوقتي بدات جديده، في الكانتالوب ده موسم الشتويه برضه، يعني فيها فاكهه كتير جدا. قول لي اسعار الفاكهه دي ايه؟ يعني التفاح اسعاره ايه؟ الفراوله، الحاجات دي كلها اسعارها ايه؟ في التفاح المستورد بيبدا عامه من اقل حاجه 6 جنيه لحد 11 جنيه في الاصفر، والاحمر برضو بيبدا من حوالي 8 لحد برضو 11 12 في الاحمر. ده يبقى عشان هو مستورد فبيرجع برضو العمله. المحلي بقى في البرتقال يعني هو موجود بكثره، في بجنيه لحد جنيه ونص او 160 قرش تقريبا. اليوسفي عشان برضو بدا يقل شويه من جنيه ونص لحد مثلا 2 جنيه ونص حسب الجوده بتاعته. فراوله من 3 لحد برضو 6 حسب الجوده. دي كلها يا استاذه منى اسعار الجمله، ولكن انت عارف في اقبال على الموز خاصه في الشتاء، فاسعار الموز ايه؟ الموز عامه برضو بيبدا من 3 جنيه لحد برضو 5 جنيه، اعلى حاجه 5 جنيه. طبعا ده موسم اساسي في الشتاء، الموز والاستفندي والبرتقال، بس هو عامه الموز بيبقى فاكهه عشان سريعه كده وسهله جدا، فهي بتبقى سعرها ايه بيبقى غالي شويه. الاقبال عندك هنا، انت بيجي لك تجار تجزئه، مش ناس عاديين، يعني مش ناس جايه تشتري كيلو او اتنين، او ناس جايه تشتري لا بالصناديق والكراتين عشان ينزلوا يبيعوا تحت في الاسواق العاديه بتاعتنا. قول الاقبال هنا عندك عامل ازاي؟ مش عارف. يعني هو في سجال، يعني برده حسب برده العرض والطلب، يعني هو برده شغال شويه بيمشي شويه برده بيقف، يعني حسب الجو برده بره. يعني مثلا في فتره امتحانات يبقى برده في الانتباه كله للامتحانات. قول لي ايه احلى الحاجات دلوقتي اللي ممكن ننزل نشتريها؟ ننزل السوق دلوقتي، لو نزلت السوق دلوقتي ايه احسن حاجه ممكن انزل اشتريها؟ عامه اليوسف والبرتقال والموز والفراوله، دلوقتي الفراوله بقت جميله جدا دلوقتي، تتاكل جميله غير الاول، غير البهشار. يا برده التفاح برده بجميع انواعه جميل ما شاء الله. شكرا يا احمد. تعرفنا دلوقتي على اسعار الفاكهه وعرفنا ايه اجود الانواع اللي ممكن نشتريها، ولكن دي كلها كانت الاسعار في سوق الجمله. معانا تاجر تجزئه يعرفنا كمان الاسعار تحت في الاسواق عامله ازاي. اتفضل عرفني بنفسك. كمال. كمال، انت تاجر تجزئه تحت في الاسواق، عرفني بتبيع اشتريت ايه النهارده وهتنزل تبيعه في الاسواق بكام؟ اشتريت النهارده موز وتفاح وفراوله واستفندي وبرتقال. قول لي تحت، احنا عرفنا طبعا اسعارهم، قول لي كيلو الموز عندك تحت هيبقى بكام، والحاجات دي اسعارها بكام، وايه كمان احلى الحاجات اللي موجوده ممكن نشتريها؟ هي احلى الحاجات اللي موجوده دلوقتي الفراوله والموز والاستفندي والتفاح، وفي الشتاء واسعارهم بنجيب الموز بخمسة ونص ونبيعه بره بستة ونص، والتفاح الاصفر بثمانية ونص، والاحمر برده نفس السعر بثمانية ونص ونبيعه بره بعشرة جنيه. اما السفندي البلدي بنبيعه بره بتلاتة ونص، وبنجيبه من هنا بكام؟ بجنيه ونص، 2 جنيه. شكرا، بشكرك جدا. كده تعرفنا على اسعار الجمله واسعار التجزئه. ينضم الي الان اللواء محمد شرف رئيس سوق العبور. اتفضل يا فندم، بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم وعلى المشاهدين كلهم. حضرتك يا فندم عرفنا على الجديد في سوق العبور وعن اسعار سوق العبور وعن جوده الفاكهه اللي موجوده في سوق العبور. هو احنا عندنا هنا الفاكهه المستورد عندنا كتير جدا، بيتراوح سعره من حوالي 6 جنيه لحوالي 12 جنيه، ويمكن لو انت واقفه جنب الكراتين ده ايطالي بينباع ب 8 جنيه ونص الكيلو، سواء اصفر او سواء احمر. الاسعار عندنا طبعا هي المشكله في التجزئه، الاسعار هنا بالجمله انا بعتبر ان هي مش غاليه، لكن اللي بتنزل بقى التجزئه هي اللي ممكن السعر بيعلى في التجزئه، لكن هنا كل اسعار سوق العبور اسعار كويسه في متناول الجميع. بشكر حضرتك جدا يا سياده اللواء، بشكرك جدا. استاذه منى، دي كانت جوله داخل سوق العبور نتعرف فيها على اسعار الفاكهه بجميع انواعها، وعرفنا ايه هي اجود الانواع اللي ممكن نشتريها واسعارها تحت في الاسواق من داخل سوق العبور. بشكرك جدا استاذه منى، وعوده اليكي مره اخرى في الاستوديو.